يدغرا دي دون مدو سي فوس انت ما زرت نغ اذا حالتك قورت ان ظروف تنغ ضباب الصحراء اللي خلات غم تنبي ذكرن تي كي تاد نوش كاد السوت التسكرات انو الموكر نتوسنا اللي غادي تسكير كريغات اسكواز وكان فاد كن باهر نصاز ايتو كتيمو السوت اللي تسكر غمات نسوت التاد دا اللوحي سقسيتنا فين بدا دنو الموكرد من الكم نغي وتاس اللي سرسني او الموكرد من ايمال الا دا الموكرد ما كلو كيسران دماغ كيس لكم ارغصاد يسقسيتنا الضويا درا تنسرس فوس لواي انت مسمون اللي سكرن الموكر نبي ذكرن ايقال حال ايان غير بداد اللي موسو هاد لسانا مزيغ ديان اللي تران فتوك تنتغوسي وين تيسي تتوسنا يتوسان غماس نوبرز نين بدادنا اللي لا غماس ندغيوان تأولا نبي ذكرن ستوري وين نس دي موسو تنسي ايقال حال ماس بوبكر انغير سي بوبكر بركديت نغم تنميرت نقص عبد النبي تنميرتي البرمجة وغبولة تنميرتي قناة التامنة إيماني عزاني وكان زورا نطفرا أمسا ولا دوس لوي نتمسمون دون بداد ندغيوا نت نبي ذكرن راكونا جا طفر من روبورتاج من دوارو اللي دنيوي فتوك تي إيمو سوتني إزلين اللي دارت ازديت توسنا غمسنا إنو المقرد طفرات الروبورتاج بسم الله الرحمن الرحيم وسن انت مزدزاد مروا غيور اللي زرين تبرك تغي وانت نبي ذكرن تسوت التسنات انو المقرنس اللي جوش كانت كي تدغدوت متارت امزرق يفلوجان ديما لنفاليت تقد غوصة إلى نتيجة غد سوتلت نسقوساد تيسوري فين اللي نقاني نبداد نولو مقرد أفادت سيم غورن توك تيرغازن اللي تولينين اختوك تيدغارن زون دوين تغري تدو سيد السلطة المحلية توك تودمون اللي تستنين ستوري سني غودان دوين اللي كفاية ما يقودن إيت مازير نبي زكارن أي اللي رتنية جادقين تمتارت إيوياد سلوانات كياري من غصاد زين مدقع عيدين غلا ساتيدا غلا اعوان الصحه تشكر بهرا هذا شي جزاك الله خير جزاء الوفاء نتقدم به الشكر الجزيل الى هذه الجمعيه التي قامت بتكريم هذه الفئه التي قامت عملت بجد واخلاص في جميع اعمالها سواء كانوا اساتذه او اعوان او ممرضين أو جميع الفعاليات التي قامت بعملها وأسلتي العمل عملها وقامت بعملها أحسن قيام أو سرق أنت جميع نتوس نيتو سكاري وسفر نتو اللافين اللي يسمونه سلماد اللي كفانو السنسي والسلفة فاديك وشكان يتنكتيتو كل ميران يوكسو السن اللي زرني اختغرم تأنبي زكار الهدف غير المهرجانات نبي ذكر إيقا الدورة الثانية إيقات أنه نكرم مجموعة من الفعاليات اللي فانين توقت نتغوصي وين تمازيرت في حتى توقت نتغوصي وين المنطقة كلها نبي ذكر إقليم وقل ميم الهدف كذلك هو أنه نحتفي بالفن الأمازيغي نحتفي بالفنانين الأمازيغيين نحتفي بالفرق الشبابية نكني سعادة كذلك حل الجمعية أنه الدورة الثانية لمهرجان بزكر تزامن يعني تصويت الشعب المغربي يعني بعد أسبوع من تصويت نقدود المغرب على الاستفتاء الدستوري غتي غزينو السنة المقر نبي ذكرني توسكر يوسفري اللي سن يومالد ومدياز ماس حسن أوريد اللي سكرنو لانتا ياتي نو تفود اللي سن سأمينو مرأة الغرب المنقصرة هاد اللي ساد اللي في لهم سوالي قوت انتقرياد سلوانك اللي غدي ويفتمو كرس اللي تسكرت لي بارد خويد غرم اللي ما يزني ستو سنو لتسرتيتو أولى تدمسا اللي ماس دونش كان أريكان في ترسال اللي فتبنات ليليغ الغرب اللي كله تغوسيوين غصاد أغاري دري من فلاند اللي يجاني متيام الله أسولو ليس المانا بريد على الديمون غم كل اللي ويونش كان لمدان سيماغن دقار تسرتيت إني بس حسن أوريد ما سيب لا في دباب نسوين قم ديما السن الدول سيمتيت دو سنانس
الفرصه دي سوسمي بهره تشارك غيتما تمسمون مهرجان بيزكرن اللي حيلنا مسيد بهره ظلن عرفتني بهره سي وغراق تقايت المبادره بهره بهره فوركين تقاي يوز مزل تقاي يوز مزل الفنانه طبع عمرات كبيره غير المسيره الفنيه ار كلو سي مغراغ المنظمين غير اللي فاس سي مغراغ مد لي وكان او تسنسن بهره بهره فوركين راس نتيني ايوز نسنا ايوز السعر ومزيغ تنمير تنسن. واش كذا الروبورتاج اللي نوي فماسي مسودنا ان توسنا اللي غادي تذكرنين سلو انا كتسيمغور نتوك تيرغزن ممكن اللي جسني لا ونبدا نتوسنا غدا امر بقرن غمس نتمزيرتنا يقال الحال حسن اوريد اللي جوش كان يسكر نرزم اسرس تيرسال نضتي الروفوس فود ليسنس مئات الغرب المنكسره اللي فيديو يفتوك انت نايين نضتي السست تمضلنت اللي ديتيوي ليبراليا ممكن اللي سينا سي بو بكر سومزورون سنمزد كريغات المقر لو قليت سكرنا إن بدأت نسنا غدوي اللي قيست موسونين أدرستيلين كري وستسن اللي سيخصة أطني لكم غمزورو أن راني السان وتسان غد الأهداف اللي سرسقو المقر بيزاكرن غمس غصل اللي يخصوين جمع تسمى المقرات ما ديقان وتسان نكني اللي درنا حين كرد الأهداف أساسية الهدف كرد وتسن وتسن اللي جوارني قات أكليس مقول بأنه اللي وار الشعار نغزك وسدي قات غين التاريخ ورهانة التنمية رسم قول بأنه المهرجانات ممكن تساهم حتى تنمية مزيرت باش نتعرف المنطقة بوزكار حضاريا وثقافيا فنيا مسألة السنادة قالت أنه كنين الجانب الفني الجانب الأنشطة اللي يسلانين تلاقيس الجانب التراثي ليس الجانب اللي المعاصر يعني أنه نسوى الغيد أنه لقيس التثقف لقر الأجيال لقيس الحوار لقر أنه الأجيال الأجيال اللي زرينين الأجيال اللي للانغلاد تذكرت الأهداف قالت النشر يتثقف التسامح الحوار للمواطنة شد نوع هذه اللقاءات اللي نسن بانه النوع هذه اللقاءات هذا رجسنت تموت تمقر نتوك تميد نرتيلي نوعا من طاقه مجدوق الحضارات توك الثقافات توك زوان حوزوان الجانب الثقافي الجانب الفني يعني انه الاهداف الاساسيه قد التسد والسكرات قد تناقش نشر ثقافه التسامح الحوار للمواطنه. نعم سي ابو بكر ويلي شكانين تسوتل تمزورو الصقات سواد انا ضاس قوساد لكم تسوتل تيسنت ارتين ماشي لا يترجم غدي يتكيري يعني ورسولي كون موغا كريستين كارسول تزورو غمس نتسكيوين اما تنظيم تتغرس لي توسكر تتغرس نض اتيك نض نتروبا اللي غيد لانين دول حتى غمس دوك ترتيم ذا اسكوس لي زرين سكرم توك انت ناوين نض ندوات اللي بهرم قرنين غاس قوساد ورسولي كون موغا رغم كان مخ فعلا بانه واز قوساد ورساس ودي نظنت ندوم قرن فحتاج الظرفيه اللي تؤثر المهرجان لان الظرفيه ناز قوساد لمجموعه من المسائل الصغيره شويه لجانب رمضان مجموعه من المسائل من الاعتبارات الثانيه الاعتبار الثاني قالت الاعتبار المادي غاز قوساد المهرجان نظن ديك شويه اكثر ماديه يعني اكثر الجانب المادي من غاز قوساد هكذا كان بعض ولكن على العموم الجانب النقاط الاساسيه المرتكز الاساسي للمهرجان المذكر اللي كان جانب تاريخي حطفت في اللاس شو غاز قوساد الا نضضن ديال التكريمات غازكوسات التكريمات نضضن ثلاث ندوه في الجهويه الموسعه غازكوسات ثلاث ندوه يعني توقع كتاب الدكتور حسن اوريد يعني الا نفس تقريبا غير فعلا بعض الظروف نضضن نذكر الشهر 4 اللي شويه غازكوسات نذكر الشهر 7 اللي توزير مجموعه من الظروف يعني هكذا كان يعني النقاط اللي وجهانين للمهرجان درت تسويت نضضن انري سميكس توش كتسوين قمت سي بكره فد سي مغرم غدا تكرم توكتو دمون اللي تسنين غمس غمس نتغمت نون غدا غمس نتمازيرت نون سوا ولي اللي كان الاسلمان ندو اللي تسنين غمس نتنون اللي غيد ولا يوم راه اللي سي مغرم غدا تكرم مس يسر ستير رفوس فمس سنود اللي تنس اللي غدوش كفد انيا الكامل دوك دود اللي غدي لان يقال حال مس حسن اوريد مخ بالضبط نض مخ اللي غتظلم بالضبط حسن اوريد غمس نتي زياد اولا بالنسبه للتكريمات مزقتي الاعتبار انه نعطي الاعتبار انه الاعدادات الاعداديه اقدم اعداديه المنطقه طومس كله المنطقه من طاطا طنطان مجموعه من المناطق يعني انه تخرج ديال الاطر الكبار اطر الدوله المغربيه نرى نسكر التكريم للمعلومات الثقافيه العلميه لتقني اعداديه محمد الشيخ نظن نسكريت تلا المجموعه من ميد نسكرت التكريمات نسكرت السلسله الثانيه من التكريمات اللي حلان ميد الرياضه ميد الثقافه ميد الصحه يعني مجموعه من المجالات الدكتور اوريد اخترت زكوزاد لانه لاعتبارين اساسيين سي الاعتبارات الاعتبار الاول انه الدكتور اوريد قال الانسان اللي سوين جيم حجر التاريخي سيرتو خاصه مس الكتابات نس تاريخيه الروائيه الى درست المنطقه الى منطقه فيلال منطقه الريصاني الدراشي ديال شويه اقرب تقرب شويه لمنطقه
المعتبر المرتكز الثاني انه الكتاب نص مرآة الغرب المنكسره يسكن النقاش عمومي على المستوى المغربي نقاش مقرن كان نوجه بانه من حق ميد بوزكار ميد المنطقه بوزكار تتنادى التعرف في النقاشات تسلم الى الكتابات علاش يحكوا يسكر الدرجات يسكوا يستحق الكتابات الدرجات الى غير ذلك بانه غادي كان الاعتبار الثاني انه نقرب المواطن نموذكر المنطقه نسوس كلوت في الكتابات نحاول ما امكن نزر ما علاش اللي كل يسكر يعني اللي توكت يعني توكت نقاشات سي ابو بكر لن وليتين مزد المقرن نغوي كان غير يتغوصل اللي غسخسر ميدن ادريمنا يعني تدبير المال لوقت اللي نسمو قول مازون تيميزر تيميزون تيميزر تيميزر تخطيط خصتنا مثلا إغراس يعني البنايه التحتيه غدا يدوى ماس ندوسنا هاد المراكز الثقافيه ميكسر الثلاث كيف ويلي طاولي تين تنايدات كنسمو قولها بانه الانسان يقا يلاقي التراث المادي يلاقي التراث اللامادي الروحي وليت تلينين بانه المهرجان تقا اساس سالب لتدبير تبذير المال العام الى غير ذلك انا نسمو قولها بانه المهرجانات كانت الوسيله للتوين لاشعاع المنطقه انه المهرجانات اللي في مناطق مزينين ارتسن ميد ديال عدد ميد ارتسن مستثمرين غير مستثمرين ارتسن المنطقه ثانيا انه لو انه نفترض انه للمهرجانات العدد ميد وركره السن وركره الدشكين وريلي يعني دميك غير وريلي النقاشات وريلي اللقاءات يعني ميد الى غالي الانغلاق كنسمق بان المهرجانات اساسيه بالنسبه للجانب التنموي كنسمق لها الجانب المادي ولكن حتى الجانب التنموي اللي الجانب الثقافي اللي الجانب الترفيهي اللي الدرجه الاخيره انا عم سوق لك تسكيد نيت اللي تسولت في الدستر انتو تلاقي التمازيغ لان مثلا ولينا غمسو على لسان مازيغ لاقيس ولي قصدنين مصر تيلي هي طبي دارت مقرن يفد وكشوم التمازيغ خسمس المؤسسات يعني الدستر لا مثلا الدستور ولكن رتين مس قصدنا ادو تكش ما دور يوقع المشكل زون المشكل اللي يوقع المعاد لو قليسني اتفاقية مثلا الوزارة الثقافة وزارة الوزارة التعليم مثلا ورتصدر مثلا كل تكش من لكم الغاي اللي سرسنا فمثلا اتفاقية غير مشاش كاين ما يكسر تزرات كي تاغو سعيد نضت النيتاد وليتين رادين العراقيل في الدستر نض فوق شوم توتلي التمازيغ تسلم المؤسسات اللي كنسبق قولها بان وليتين طرحنا لدرجه الحق لانه تلنت الا لات مجموعه من التجارب مثلا القضيه التدريس الامازيغيه كتين بانه وزاره التربيه الوطنيه تسكر الاتفاقيه المعهد الملكي مثلا يحل الوقت الا المشكل انه ارتنزل على ارض الواقع لقيت مجموعه من المشاكل ولكن ارتغم الدستور الجديد الخطاب الملكي 17 يونيو ارتغم بانه ارتبان بانه لا اراده سياسيه حقيقيه للدوله باش تفي الشان الثقافي الامازيغي الاهميه لاستخصاص تيتف ولكن غير لا اختصاص داهريج ان سكوت خص الحركه الامازيغيه خص الحركه الديمقراطيه على المغرب خص تناضل خص تناضل قانونيا عن طريق المؤسسات اللي لانين يعني تشمس الانتخابات تشمس الاحزاب تناضل ده برا تمسمونين الشعر الثقافه الفن كله خصها يمون باش يسكر القوه الضغط ديال القوه السياسيه قوه ثقافيه باش القوانين تستجبن لتطلعات الشعب المغربي التمازيغ الشعب غصد نزرانينين غدا كل المنينين يعني الاجماع المغرب مس المغرب كيسيت تاسست بارم قرن اندوسنا يعني ازمه وركود ثقافيين كوني اللي غاني نبدادنا اللي سوريين غمسنا منيداد غمسنا تسقيوين النون ما يغان تجليات نغد ما يغانو دمون انت الساستاد دمان تغراسين اسرست نزري انت الا انا ركود ثقافي فعلا لانه اولا الا نوع من النوع من انه النخبة المغربية لحمتهات يعني نقول بانه من تجليات الركودات انه هي البيان اللي سكرين العدد المثقفين يعني توكت المثقفين المغاربة اللي كان متأخر جدا في الحركية الشارع وبالتالي راه نقول بان المثقفين المغاربه يخصنا الزيكزن اكثر التعامل اكثر في الواقع يخصنا الزيكزن اكثر تفهم الواقع سكرنا العدد البرامج اللي تستجاب للواقعات ولكن ارتتينا بانه الركود الثقافي ربما يقى يعني الركود الثقافي ربما راه حيج نفكر اكثر انه انظر تجارب الدول اللي نحتمل بانه نفكر نسكر يعني الملح الثقافي يقى اكثر صلابه لانه غادي اللي نغلغل إيجا نتيجة الثقافة الاستني كان قلت قا الربط السياسي الثقافي أنه كتن الحزبي كتن سيطرة الثقافي أنا في الركود أسمعوا هك بأنه كل المثقفين كان تابعين الأحزاب السياسية وردت أنت الحرية الإبداع في الوقت الذي المثقف يخصته الراقي من السياسي يخصته أيج السياسة أيج السياسة أيج الثقافة دزوريت كل الحدود اللي بارير خصتي استياج تزيجز المنطقة طبيعة التطور اللي كان المنطقة النقدي أصلاً المثقف صديق نقدي بطبعه